هذا وانطلق المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في السعودية في دورته 32 بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من أمراء وشيوخ دول الخليج العربية. وبدأ المهرجان بسباق الهجن الذي يعد أشهر أنشطة المهرجان السنوي بمشاركة عدد من دول مجلس التعاون، وسلم خادم الحرمين الشريفين جوائز الفائزين الخمسة الأوائل المشاركين في السباق. كما شهد المهرجان الحفل الفني الذي تضمن أوبريت أئمة وملوك الذي استعرض تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى اليوم. هذا وحلت الهند ضيف شرف المهرجان هذا العام، وهو تقليد اتبعه المهرجان خلال السنوات العشر الماضية لتوطيد العلاقات الثقافية مع عدد من الدول العربية والأجنبية. وشارك في الأوبريت عدد من الفنانين والشعراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول من مبدأ سلامه وقيله: بسم الله الفرد الصمد رب الأرباب، الواحد القادر على المستحيلة والآمر الناهي على كل الأسباب، ذكره وشكره في العبادة جليلة، ما خاب والله من ترجاه ما خاب، احفظ وطنا يالله انك كفيله، والشعب خذ بيده على كل مرقاب، واللي رقابه فوق راسه الطويله عز الله انه من يهدون الاصعاب، ويقدم بها وعظام رجله تشيله، يا رقابنا الهامه ويا طابنا الداب، ثارت وغارت بشهب الملح خيله، والرابح الليله مع الخيل مهذاب، يا مرحبا به يوم انتحت به والمشوك تشيله، وحول بيوم ترتعد منها الاصلاب، يا مرحبا به فوق سرج الكحيله، سلمان اخو فيصل ذرك المرتاب. في محفل رؤوس المعالي تجيله، الف هلا يا من حضر والف ترحاب، وعز واغلى واسعد الوقت ليله، تحط نجد وضيفها وسط الاهداب، صباح الاحمد مرحبا تنعني له، ولاهل الكويت بصادق الود تنساب، نحبهم صباح الاحمد مرحبا تنعني له، ولأهل الكويت بصادق الود تنساب، نحبهم والحب ما فيه حيلة، أهل الجمايل والأوائل والأقراب، ذاك الخليفي والخليفي سليلة، ما غاب عن كل المواجيب ما غاب حمد، ولد عيسى قليل مثيله، وربع أهل البحرين ما دونهم باب. شعب الإمارات الوفاء ينحني له، دروع واخوان وبني عم واصحاب، خليفه القايد واخوه وكيله محمد اللي يقصر طوال الاشناب.